قادر، لان كلنا هنغرق مع بعض ومحدش هيقدر مننا. دايما بيودي البلد للخراب. بس انا راجل كنت في الجيش، ما ينفعش اصلا حكم العسكر في بلد زي كده. احنا انتخبنا رئيس منتخب، انتخبنا رئيس شرعي، غدروا بيه وعملوا عليه انقلاب عسكري. حكم البلد دلوقتي بقى حكم العسكر دايما بيؤدي للخراب. وهم ما شفنا من وراه خير. ايه اللي شايفه بمساوئ الحكم العسكري؟ على حد قولك ان هو حكم عسكري. حكم العسكر دايما بيقتل في الناس، دايما بياخد الناس ظلما وعدوانا، دايما بياخد الناس كده يسجنهم، المعتقلات والمعتقلين واخواننا اللي في السجون واخواننا اللي بينتجون في السجون، كل ده اعراض طبعا لحكم العسكر. انت اللي انت شايفه النهارده في اسبوع قوام الظلم، ايه الرساله اللي انت بتطالب بيها او نازل عشانها؟ والله بطالب جميع الاحرار بتاع مصر بحالها ان هم ينزلوا المسيرات وينزلوا يقولوا للظلم لا، عشان طول ما في ظلم والناس ساكته عليه هم هيتمادوا في الظلم بتاعهم تاني. الوضع الحالي في سيناء في ظل اخلاء الشريط الحدودي، شايفه بمصلحه مين ده؟ هي سيناء ما طول عمرها هي اللي بتحمي مصر. سيناء طول عمرها في ايام، لكن اخيرا تم يعني حالات انفجارات واكثر من هو لازم يقول في ارهاب في سيناء عشان خاطر الغرب وامريكا يدعموه، فهو لازم يقول كده. لازم اقول ان في ارهاب في سيناء عشان خاطر يجي له طيارات اباتشي، وعشان خاطر يجي له مدرعات تاني، وعشان خاطر يجي له دبابات، وكل ده على في الوضع الاوضاع الحاليه في مصر في ظل النظام الحالي. والله الاوضاع ما تطمنش، وطبعا هم الارهاب وبيقولوا على الناس اللي بتقتل وبيقتلوا الناس وبيقولوا هم الناس دول ارهاب. ومين اللي بيبقى ارهاب، اللي بيقتل ولا اللي بيتقتل؟ وطبعا بالنسبه لاحداث سينا، طبعا احداث سينا يعني ما فيش كلام فيها، بيخلي سينا لاسرائيل بدليل ان 200 كيلو متر بينه وبين سينا وبين اسرائيل، مصر 12 كيلو متر بينه وبين فلسطين. هو طبعا بيقضي على فلسطين خالص، وقفل معبر رفح ده طبيعي، ده عشان خاطر يخلي الدنيا. ولكن النظام الحالي يرى ان هذا العمل او اخلاء المنطقه الحدوديه في مصلحه الامن القومي المصري. لا بالعكس، لا طبعا، ده في مصلحه اسرائيل مش مصلحه الامن القومي. هو بيرهب الناس وبيخوف الناس بدليل اللي بيقول لهم ارهاب، ومفيش ارهاب يعني. ايه الرساله اللي انت شايفها او نازل عشانها او مستمر بيها وتقولها ايه للنظام؟ اوصل رسالتي للشعب المصري كله ان انا بنزل ومكمل، وان شاء الله مكملين لحد عوده الشرعيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. والدكتور مرسي، في رايك تعامل قوات الامن مع المتظاهرين والاعتقالات وكل ذلك في مصلحه من؟ في مصلحة اسرائيل والغرب طبعا، ده شيء طبيعي يعني، ما فيش كلام يعني. احنا بننزل بنطالب بحقنا سلمية، نرفع شعار رابعة، ما فيش في ايدينا سلاح، ما فيش في ايدينا اي حاجة، وان شاء الله. ولكن النظام الحالي يرى ان هذه المظاهرات تشكل خطر على النظام، على الدولة. لا لا لا. وتسبب ارهاب. لا بالعكس طبعا، ما فيش ولا ارهاب ولا اي حاجة. هم بينزلوا المسيرات بتنزل سلمية، هو بينزل وبيضرب وبيقتل فيهم، وان شاء الله الدكتور مرسي راجع، وان شاء الله خير ان شاء الله. لا طبعا، الوضع الحالي ما رضيش اي واحد من الشعب المصري، سواء شاب او راجل. الطلاب نفسهم مش واخدين حريتهم في الجامعات، الناس مش لاقيه شغل، الوضع ما فيش. على رايك ما فيش يعني برايك وانت كطالب، ايه رايك في تعامل الامن معكم في الجامعات؟ خاصة يعني هم يرون انكم تشكلون خطرا على المرحلة الدراسية. يعني هو زي ما تقول، اذا كان انا اتوقع بسلاحي صوت، فانا عشان برفع رابعه مثلا او اي حاجه، فيقول ده سلاحي وده ارهاب وده بتاع ده، روح شوف الارهاب اللي بره، الارهاب اللي كل شويه يقول لي ارهاب ارهاب، شوف المؤسسات بتاعته بتنضرب ليه، ده في ارهاب ليه ما يقولش وزير الداخليه اللي بقاله اكتر من سنه مش عارف يعمل حاجه ومش عارف يتعامل مع الارهاب، ده في ارهاب ليه ما يقولش وزير الدفاع، فشل في محاولات كتير. لو احنا في دوله يعني دكتور مرسي سعد حد سينا شال اقل وزير الدفاع والمحافظ شمال سيناء واقل عدة ناس من عدد من المسؤولين. برايك ما يحدث في سيناء يصب في مصلحه من؟ والله اللي بيحدث في سيناء ممكن نقول يعني هو بيعمله عشان اسرائيل،
فاذا كان بيمهدوا كده والله اعلم اللي هو يفضل يطلع بحاجه يقول 31 قتلوا والاصل هو يعني في اقوال كمان مشكوك في ان 31 دول ما قتلوش في سيناء وقتلوا في ليبيا يعني هو ممكن تمهيد لاسرائيل. برايك رساله الى النظام الحالي في اسبوع قاوم الظلم. اقول والله رسالتي اقول له كيف تقاوم الظلم؟ احنا مقاومين بصوتنا يعني احنا طالعين بنقاوم بصوتنا. انت بتقول علينا ارهاب بتقول على حاجه تانية ده عندك انت الارهاب. انت ما تطلع وتقتل وتعمل انت الارهاب. انت لما تيجي تفجر منازل الناس ده انت الارهاب. انا بطلع بصوتي بقول لك ارحم. انت مش عاجبني انت جيت بنظام غير شرعي. ايه الرساله اللي بتطالب بيها وانت كطالب؟ انا كطالب عايز اخد حريتي في البلد. عايز بعد ما اخلص دراستي الاقي شغل. عايز الناس في اي دول من الدول المحترمه المتقدمه ان الطالب بيخرج بلاقي عمل. مش الطالب هنا بيخرج بيبقى معاه شهاده عاليه وبيقعد في البيت وشغل وظيفه عاديه بس مش حلو قوي. يعني مثلا واحد ياخد شهاده يطلع يشتغل بره فوق في حته مش مهتم خالص. يعني مثلا واحد طالب دوت يشتغل في شغلانه محترمه يقعد على مكتب مش لاقيش الا في المكتب على جفاه على كتفه يعمل اي حاجه. يعني لازم الدنيا تحلو ان شاء الله مع الدكتور محمد موسى تحلو. ايه اللي انت شايفه بيتحقق في النظام ده؟ ايه اللي انت شايفه اتحقق بعد عزل الدكتور مرسي؟ مفيش حاجه يعني مفيش حاجه خالص. يعني هو يعمل لك ايه؟ كل الشباب اللي متعلمه هيبني لهم شعب وهو مفيش حاجه حصلت خالص. شكرا لك.